عدنا إليكم من جديد أعزائي المشاهدين. نحن الآن في منتدى الفجيرة الثقافي والذي يأتي تزامنا مع جائزة راشد للإبداع، مستمرين في تغطيتنا لهذا الحدث الهام والمهم من سماء عروس الساحل الشرقي إمارة الفجيرة، ونتوالى بضيوفنا الكرام من هذا الاستوديو من قلب الحدث. نرحب بالشاعر والكاتب عبد الله الهدية الشحي، مرحبا وسهلا. أهلا بك معنا على شاشة تلفزيون الفجيرة. أستاذ عبد الله وأمجد، فقط أود أن أطلع المشاهدين الكرام أننا على بعد دقائق تفصلنا عن الجلسة الصباحية الثانية التي سوف تتناول موضوع الأسطورة والموروث الشعبي في الشعر العربي وأدب الأطفال، ونحن نتطلع قدما لهذه الجلسة. أستاذ عبد الله، اليوم هذا العصف الذهني الذي نشهده في منتدى الفجيرة الثقافي وسط إقليم مضطرب ثقافيا يمكن أن نطلق عليه بطريقة أو بأخرى، إلى أي مدى من الصعب أو من السهل بمكان الحديث عن تكامل ثقافي عربي؟ طبعا أنا جدا أن من السهولة جدا التكامل الثقافي العربي، لأن المعطيات كلها تخدم هذا التكامل. اللغة المشتركة طبعا الأساس، الموروث التاريخي منذ القديم أيضا هو موروث واحد، العادات والتقاليد مشتركة، الأساطير وإن كانت عالمية إلا أن هناك خصوصية على امتداد خارطة الوطن العربي. فأنا أعتقد أن هذه المعطيات كلها تصب في صالح هذا التلاقي، الذي أيضا ليس تلاقي بما هو الحاضر، وإنما هذا التلاقي الذي يمتد من الجذور إلى خلق الامتداد القادم. إذن حضرتك متفائل، ولكن ما هي التحديات في وقتنا الراهن التي تواجهها الثقافة العربية؟ ربما يعني هناك بعض التحديات، لكن أنا مؤمن بذات الوقت بأن الثابت هو ثابت، لن يتغير، وإن كانت يعني هناك مفهوم ربما يكون لم يوضع في محله، مفهوم العولمة ربما يعني لم تفسر بمعناها الحقيقي، فهي الغائي أو إلغاء الآخر هنا الإشكالية. نعم. ولكن عندما ننطلق من العولمة بلغتها بمفهومها العالمي، أنا أعتقد أنه لا ضرر ولا ضرار. نعم. وحتى أهلا وأهلا وأهلا بالعولمة للاستفادة منها، وإن كنت أنا مؤمن بأهمية جذوري وبإسهاماتي الأخرى. أنا إذا سوقت لنفسي ما هو أنا لا أنتظر القادم حتى يأتي إلي ثم يداهمني ويخترقني فكريا، دون أنا أن أضع ليس فقط حائط الصد، وإنما أنطلق إلى العالم الآخر لكي أخترقه فكريا. ولكن هذا النضوج الفكري إلى أي مدى يمكن تعميمه على كافة شرائح المجتمع؟ من خلال هذه الجوائز، مثل هذه الجائزة تخلق. لماذا خصصت للشباب؟ لأنه هم الامتداد، هم المستقبل. أنا لدي الآن ربما حصنت نفسي، حصنت أسرتي. نعم. ما الجذور متشبعة ومتشبثة بأبي وبجدي وإلى آخره، ولكن هو لمن الآن نريد؟ المستقبل، هم الشباب. فمثل هذه الجوائز أن تحصل للفكر العربي، للثقافة العربية، تؤصل للموروث العربي أيا كان، وتؤصل للحداثة العربية التي ننتظرها جميعا. لأن أنا أعتقد أن الأجمل هو ليس الآن، الأجمل هو القادم. مستقبل. أكيد. أستاذ عبد الله، أنت تحدثت عن الموروث الشعبي والتراثي، يعني برأيك وضع الأساطير بالروايات ودمجها مع الموروث، هذه طريقة يلجأ لها الكثير من الكتاب والنقاد العرب اليوم، برأيك تقييمك إلى إبراز دور الموروث العربي الشعبي من خلال أسلوب الأسطورة في الروايات؟ نحن جلدنا نفسنا كثيرا، شوهنا تاريخنا كثيرا. العصر الجاهلي لم يكن جاهليا بمعنى الجاهلية، يعني أمور دينية هذه أمور أخرى، إرم ذات العماد، العرب البائدة، بينما الله سبحانه وتعالى امتدح التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني الشعراء الصعاليك، روبن هود رمز. نعم. نحن أسميناهم بالصعاليك وسمناهم بأمور، جلدنا نفسنا بما فيه الكفاية. لذلك الآن لابد أن نحيي هذه الموروث الجميل، نسقطه بقصائدنا، نسقطه من خلال الرواية، نعمل إسقاطات جميلة، لأن أحيانا ذكر أسطورة أو ذكر رمز معين في الماضي يغنيك عن رواية كاملة، يغنيك عن قصيدة
قصيدة كاملة. عندما تسترجع ذلك التاريخ ولكن تأخذه بإيجابية وباعتزاز وفخر، أنا أعتقد أن هذا هو، بعيدا عن البكائيات، لأننا صحيح أن البكائيات نوعا ما هي يعني إخراج الشحنات السالبة، ولكن أن أبقى على امتداد الأمر في البكائيات. أنا اسمح لي أن أحيي إيجابيتك وهذه النظرة المتفائلة. الشاعر الإماراتي عبد الله هدية الشحي نورتنا في استوديو تلفزيون الجيرة في هذا النقل الحي.